مشاهدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم بورك مع فارس. بورك مع فارس يجيب لكم فطائر اللي راح نعملوها بالعجين. تبعوا معايا المقادير وطريقة تحضير تاع هذه الفطائر. نسحقوا هنا 4 كيلات ونصف فرينة، عندنا جوج حبات بيض، حبة نحطوها في العجين وحبة ندهنوا بها الفطائر، كاس حليب كبير، وعندنا مغرف كبير تاع خميرة تاع الخبز، كيس تاع خميرة الكيميائية، وعندنا الملح وشوية حليب قلنا باش نطموا العجين تاعنا. هذا بالنسبة للمقادير. نروحوا دوك مقادير تاع الحشو. نسحقوا هنا كمية تاع دجاج يكون مقطع بهذه الطريقة، حبة بصل مقطع رقيق، وعندنا كذلك كمية تاع زيتون، نصف طماعة نصف قطعة رقيق، ملح في الكحل، وعندنا كمية تاع زيت، وكذلك ما ننساوش كمية تاع الجبن الأبيض اللي راح نستعمله في هاد الفطائر. هذا بالنسبة للمقادير. نروحوا دوك مباشرة طريقة تحضير تاع هاد الفطائر. راح نحضروا الحشو وفي نفس الوقت نعجنوا العجنة تاع هاد الفطائر. خميرة الخبز، وعندنا كيس تاع قلنا كيس تاع خميرة الحلوى ولا لا ليفيغ شيميك، وعندنا كاس تاع الزيت. هكذا نعجنوا هاد العجينة مليح وراح نخليها ترتاح شوية. هكذا نعجنوا هاد العجينة مليحة. هكذا وراحين نغطيوا هاد العجينة ونخليوها تخمر. راح نغطيوها بهذا الورق الشفاف.
وراح نزيد كذلك الزيتون. قلنا كذلك عندنا حبة بيض. ونسحقوا كذلك هنا كما راكم تشوفوا هذا القالب هاوليك. هنا الفطائر اللي حبيتوا تعملوهم كبار نكبروا هذا القالب، ولا كنتوا عاملين تحبوا تعملوهم صغار نصغروا ونسحقوا هذا الجرار. تبعوني هنا راح نحط الحشو تاعنا، وهادو راح نقطعهم بالجرارة في الوسط. هكذا نحطوا شويه الحشو هنا هكذا، ونزيدوا شويه جبن. هكذا ونغطي بالعجينة الثانية. وناخذ فرشيطة وراح نعبز بهذا الشكل. ودوك راح ندهن هاد الفطائر بالبيض من الفوق.
مشاهدنا الكرام، هادو هما الفطائر تاعنا، راح نكمل نختمهم، من بعد راح نخليهم يخمروا واحد ربع ساعة وندخلهم للفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تشوفوا اللون تاعهم تغير، هذاك الوقت تعرفوا أنه الفطائر تاعكم طابوا. نروحوا فاصل قصير ونعاود نولي وراح نشوفوا الفطائر تاعنا حاضرين وجاهزين، خليكم بعد هذا الفاصل. مشاهدنا الكرام، كيفية تعلمهم اللي كانت عبارة عن فطائر راهم حاضرين، إن شاء الله تكونوا تبعتوني وخذيتوا هذه الوصفة. ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في حلقة أخرى من حصتكم بورك مع فارس. مع السلامة وإلى اللقاء.